اللجنة الوزارية المكلفة بتتبع وضعية التموين ومستوى الأسعار وعمليات المراقبة عقدت بالرباط اجتماعها الثاني لتتبع وضعية تموين الأسواق الوطنية ومستوى أسعار المواد الأساسية وتأطير تدخلات المصالح المكلفة بالمراقبة وتعزيزها. ان شاء الله غادي تكون واحد الاستقرار، وخصوصا يعني نقص في هاد المواد المادتين ديال الطماطم والبطاطيس فيما يخص الاثمنه. كاين هناك لجان اللي هضرنا عليها ديال المراقبه واللي غادي تستمر في الشغل ديالها وغادي تمشي لاسواق الجمله. حنا كنشتغلوا، كاين عزيمه، كاين ايضا اشتغال يومي في المركز، في الجهات، في الاقاليم، في الاحياء ديال اللجان المشتركه باش ننزلوا كل الحلول الممكنه على ارض الواقع باش نخفوا من العبء والثقل على الاسر المغربيه. اللجنة تدارست سبل تنزيل مختلف الإجراءات الضرورية لتلبية متطلبات السوق الوطنية وتوفير مخزون كاف وبكيفية منتظمة من جميع المواد الأساسية، فضلا عن التدابير الكفيلة بضمان سلامة المستهلك والحفاظ على قدرته الشرائية. منذ بداية شعبان إلى 5 رمضان أكثر من 60,000 نقطة بيع اللي تمت المراقبة ديالها باش نحرصوا على أن ما كاينش تضارب كذلك في الأسعار، وأن هاد التقلبات الجوية وهي اللي سببت اللي نقدروا نقولوا هاد الارتفاع اللي شفناه في هاد الأسابيع المقبلة. روح اتفاق جماعي أن هاد المشاكل اللي كاين بعض المشاكل اللي هي هيكلية اللي خصنا نلقاو لها حلول ديال الإصلاح. فوقفنا على بعض الاصلاحات الهيكليه اللي بغينا نديرو في اسواق، خصوصا اسواق الجمله ديال المواد الغذائيه. وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة سجلت تأمين مخزون احتياطي لجل المواد الطاقية يتجاوز 40 يوما، مؤكدة أنه سيتم الاشتغال إلى غاية الصيف المقبل على المرحلة الثانية لتجربة النجاعة الطاقية من أجل تأمين مخزون المواد الطاقية بما فيها الكهرباء.